أنا أول شيء كتير مبسوط لأنه كل سنة بوقف على هالمسرح وكل سنة بكون كل موسم من ستار أكاديمي بكون ضيف. هذا الشيء بفرحني لأنه هالمسرح بيعني لي أنا بشكل خاص، وبس أرجع وقف عليه كضيف وعم غني كمان مع طلاب هيك عشت تجربتهم بيعني لي هالشيء، هيك بيلمسني. بحب كتير المسرح، بحبه كتير، عنده هيك رونق خاص، وكل مرة بطلع عليه وبسمع هالجمهور بطريقة كتير حلوة عم بيهيصوا وعم بيرجعوا عم برجع أسمع نفس الهيصة ونفس نفس الشيء، هيك كمان بيعني لي كتير يعني، وكتير مبسوط إني بكل موسم عم بكون ضيف بستار أكاديمي. أول شيء بقولن الله يوفقكم، كل شيء موجود، المتطلبات كلها يعني من صوت إلى كاريزما إلى مسرح إلى آخره، عليهم من بعد ما يخلصوا يعرفوا كيف بدهم يشتغلوا، وين بيشوفوا حالهم، كيف بحبوا يكونوا بالفن، ولو شو ما صار أنا نصيحتي لهم لو شو ما صار يضلوا ماشيين على خط مزبوط سليم خالي من الأخطاء، إن كان بحياتهم الفنية أو إن كان الاجتماعية اليومية مع عيالهم مع أصدقائهم، يعني ضلوا محافظين على حياتهم اليومية الحلوة الموجودين فيها، والله يوفقهم. هلأ ألبوم حب مكتر، بعدنا عم نصور أغاني بالألبوم وبعد ما في شيء جديد بعد الألبوم، إن شاء الله بعد هيك بس نخلص كيبات نبلش نشتغل على شيء جديد. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع، جوزيف عطيه.